عزي هو واحد من الألقاب المميزة التي أطلقت على الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ويعكس هذا اللقب جوانبا إنسانية عميقة في شخصيته. يشير لقب معزي إلى حرص الملك عبد العزيز على تقديم التعازي لأهالي المتوفين حتى وإن كان المتوفي عدوه في الحياة. كان الملك عبد العزيز يتجاوز العداوات الشخصية في أوقات الأزمات ويبدي تعاطفه واهتمامه بالمتضررين، مقدما لهم العطف والرحمة والسخاء. تجسد هذه المواقف روح القيادة الإنسانية التي كان يتمتع بها الملك عبد العزيز، حيث لم تقتصر أعماله على السياسة والحكم فقط، بل امتدت لتشمل القيم الإنسانية والتعامل النبيل مع الآخرين. فكان يسعى لاحتواء أبنائهم وتقديم الدعم لهم ويظهر لهم الاحترام والتقدير، مما جعله محترما حتى من أولئك الذين كانوا في مواجهة معه. ولقب معزي ليس هو اللقب الوحيد الذي يعرف به الملك عبد العزيز، فقد أطلق عليه العديد من الألقاب الأخرى التي تعبر عن إنجازاته ودوره التاريخي البارز. وقد عرف بلقب سلطان نجد وملك الحجاز قبل أن يتوج بلقب ملك المملكة العربية السعودية.